جرب القص يمه وخاصة قص اللحم. اليوم انفتح مطعم جديد بمحافظة كركوك اسم هذا المطعم قص قاسم، وحبيت أني أول واحد أجربه وأطقق البالونة. ركز لي على جمال الصالة، وبصراحة توقعت أني أول واحد أجربه، بس لقيت العوائل والشباب كليتهم قبل جاي. أول ما قعدنا رأسنا جانا معون السوب بسم الله، وأنا طلبت معون مقبلات، كل أنواع المقبلات أنا طلبتها بسم الله. لازم أجرب الباذنجانية بسم الله. اليوم راح اجرب اكلاتهم واحده واحده، واول ما راح اجرب البيتزا، وخلينا نقول بسم الله. شوف للجمال، شوف 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 الله 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 الله. وفيش بسم الله، بصراحه طعم البيتزا يجنن. وهسه اجى الوقت حتى نجرب الريزو، خلينا نقول بسم الله. طلبت برجر اثنين، واحدة دجاج وواحدة لحم، وخلي اول ما نجرب الدجاج وشوفوا الجمال مالتها. يا الله، هسه خلينا نقول بسم الله. بصراحه البرجر الدجاج كلش طيبه، وخاصه الصمونه مالتها كلش ترى. وهسه اجى الوقت حتى نجرب البرجر اللحم، خلينا نقول بسم الله. بصراحه الاكلات مالتهم كلش طيبه، وركز لي على جمال البرجر. عنوان قص قاسم ابد ما يتيهو، اكيد انصحكم تجون وتزورونه. العنوان مالته محافظه كركوك سايدين شارع القدس، عندك هنايا محطه تعبئه شارع القدس خلف جامع حاجه صبريه قص قاسم.